الزنة بتاعت الجيتار الإلكتريك. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن الزنة بتاعت الجيتار الإلكتريك، بتيجي منين وايه العلاج بتاعها. الجيتار الإلكتريك ناس كتيرة وبتشتريه، ممكن يبقى فيه سينجل كويل زي اللي في النص عندي هنا دوت، وممكن يكون دبل كويل. دبل كويل ده بيسموه همبكر، فالسنجل كويل ده بيرمزوا له بحرف اس، والهمبكر بيرمزوا له بحرف اتش. فممكن تلاقي الناس اللي بتتكلم على الفورمز المنتديات يعني، او الناس اللي بتتكلم عن بيع جيتارات وكده، يكتب لك اس اس اتش، يعني سنجل سنجل همبكر. ده جيتار التقسيمه بتاعت المايكات بتاعته، فيبقى في سنجل كويل هنا، سنجل كويل هنا، همبكر، او اتش اس اتش. ده اتش اس اتش همبكر، سنجل همبكر. السنجل كويل او المايكل او الملف في المفرد دوت، لانه هو ملف بيلقط حاجات من الموجات الكهرومغناطيسيه اللي حوالين الجو كمان، بالاضافه للصوت اللي بيلقطه دوت، فده بيعمل ضوضاء جوه السلك من كهرباء غير مرغوب فيها، فبيدخل في الامب ويطلع على صوره زنه. الزنه دي بتظهر لما ايدك تبقى متسابه من على الاوتار، او لما يبقى في فضاء بين الايقاعات مثلا او حاجه، وتلاقي نفسك الخلفيه فضيت فجاه كده، فتلاقي الزنه دي بانت وبقت واضحه جدا. العلاج بتاعها بسيط جدا. اولا اخترعوا حاجه اسمها الهامبكر. الهامبكر يعني الملف، بيعملوا له ازدواجيه تانيه على ملف تاني جنبه، ولقوا ان دوت واحد من الملفات بيكنسل نفس الضوضاء اللي طالعه من الملف التاني، فتلاقي الضوضاء مع الضوضاء بتكنسل بعضيها، وتلاقي نفسك الجيتار صوته طالع من غير الضوضاء والزنه ديت اللي بتطلع. بس الصوت بتاع الهامبكر بيبقى مختلف شويه عن صوت السنجل. صوت السنجل بيبقى حراق شويه كده وملعلع زي ما بيقولوا، بس التاني اقوى. الهامبكر هيبقى اقوى لانه ملفين، انما التاني بيبقى صوته بيسموه برايت او المع شويه. فالناس الكتيره بالذات اللي بتحب تستعمل الفندر، الجيتار الفندر الاسترات المشهور، السنجل كويلز دي كانت حاجه اساسيه فيه، وصوته مميز، وصوته يعني بيخلي الناس فعلا عايزه تسمع دوت. في ناس كتيره من المشاهير عندنا كانت بتعزف الاسترات ده ومشهوره بيه، زي الفنان الراحل الله يرحمه عمر خورشيد. فكان الاسترات ده كان ساعتها كان يعني هو جيتار الناس كلها يعني. اما الهامبكرز ديت كانت طلعت مع الستايلات تاني مع الجيتارات، والناس عجبتها صوت الهامبكرز والقوه بتاعتها، وبالذات الناس اللي بتعمل ديستورشن مثلا زي سانتانا اخونا دوت. فالهامبكرز دي كانت من الاصوات المميزه للجيتارات، منها الجيبسون الجيتار التاني المشهور في العالم زي الفندر. طيب لو انا عندي سنجل كويل وانا بيطلع لي زنه على الامبليفاير، وانا بالذات مع الديستورشن، الزنه دي ممكن تكون ليها كذا سبب. حتى لو مش بالديستورشن، لو لقيت مفيش ديستورشن بس الزنه بتطلع واضحه قوي، ومش زنه مثلا ان انا بستعمل سنجل كويل مش همبكر، حاول تشوف اللمط بتاعه المكان اللي انت فيه. لو لمط فلورسنت ساعات بتعمل مجال كهرومغناطيسي بيأثر على الكويلات ويخلي الزنه دي تبقى اعلى، دي حاجه. تاني حاجه، كان في مفاتيح زمان بيسموها او موجوده لحد دلوقتي كمان اسمها الديمرز، انك انت بتوطي وتعلي الضوء، يعني بتلاقي مفتاح كده مدور توطي وتعلي منه الاضاءه، تبقى الاضاءه خافته او اضاءه عاليه، بانه بيزود المقاومه بتاعه لسبب ما يعني. فاللي بيحصل ان الديمرات ديت بتاثر على الكويلات برضو، بتعمل مجال مغناطيسي غير مرغوب فيه بالكويل، بيلقطه ويطلعه كزنه معاك في الاوتار في الامبليفاير بتاعك. حاجة كمان بتبقى الارضي بتاع الامبليفاير مش معزول كويس، او الجيتار نفسه. انت متخيل ان الجيتار مفهوش ارضي؟ لا، فيه ارضي. لو فتحت الجيتارات اللي بتلاقيها غالية شوية، الظهر بتاعها ممكن تلاقي بتبقى شريحة محطوطة غالبا من النحاس، او البريدج نفسه لما بيدخل من تحت تلاقي القعر بتاعه كله نحاس، عشان يعمل نوع من الارضي يمتص بيه الشحنة ديت ويسربها للجيتار وكده. تلاقي حتى لما تحط ايدك عليه خف، لانك انت جسمك بقى ارضي، خد الشحنه وسربها وبتاع، فما بقتش الشحنه دي بتدخل في السلك وتطلع للامبليفاير. الجيتارات الرخيصه طبعا مش هيبقى معمول لها العزل دوت، مش هيبقى معمول لها الارضي ده جوه الجيتار، ولا شريحه نحاس ولا حاجه خالص، فبتلاقي الجيتارات الرخيصه عاده بتزن شويه.
الجيتارات المحترمه والشركات الكبيره بتعمل ارضي، خاصه انه مش صعب يعني، ده الناس بتعمله ساعات بورق الفويل اللي هو اللي بتاع الالومنيا بتاع الطبيخ دوت وبتاع، يغطوا الجيتار من جوه من الفتحات بتاعته اللي ورا ديت، يغطوا التجويف نفسه بالفويل دوت ويلحموا السلك الارضي بيه بس، فخلاص يبقى عندك زي ما تقول اريال بيمتص الارضي دوت. في حل بقى جهنمي وجميل جدا، وبالذات الناس اللي بتستعمل ديستورشن ملهاش حل غيره، لان الديستورشن بيعلي كمان الزنه ديت، فبتبقى مش مناسبه خالص انك انت تستعملها. الحل دوت اسمه الجيت او البوابه. ايه هي البوابه دي؟ بدال اسمه الجيت، ده بياخد الصوت اللي طالع من الجيتار وفي سقف معين من تحت ما يعديش اي حاجه اللي هي تحت السقف دوت، بحيث الزنه ديت نوع من الضوضاء بتبقى منخفضه شويه في الهرتز بتاعتها، فهو بياخد الضوضاء اللي هي القليله ديت وبيشيلها خالص من الموضوع ده. فانت تلاقي دايما الناس اللي بتستعمل الجيت وبتستعمل الديستورشن تلاقي الجيتارات بتاعتها مش بتطلع زنه بين العزف. انا هوريكم مثال دلوقتي، ده مثال للجيتار المعمول على الديستورشن من غير الجيت ديت. سامع الزنه؟ طبعا انا بعزف، مجرد ما بسكت الزنة بتطلع، فطبعا مجرد ما بسكت تسمع الزنة، فطبعا ده مش هينفع خالص. هسمعك بقى دلوقتي صوت الجيتار دوت أم هشغل البدال بتاع الجيت، مفيش، مش سامع أي حاجة. مفيش، بص لما هعمل ايقاع مفيش، الزنة اللي في الوسط دي اختفت، ده بسبب البدال اللي اسمه الجيت دوت اللي بيتحكم. يعني شوف انا سايب الجيتار حتى ايدي مش على الاوتار حتى كمان، بس مفيش الزنة اللي انا كنت بسمعها قبل كده مع الديستورشن لما بسكت. فكل ما يكون افضل طبعا، وبعدين كمان الناس اللي بتستعمل الديستورشن غالبا بيطفي الصوت بتاع الفوليوم لما بيسكت ويتكلم او حاجة كده او بيبقى بين الاغاني، ولكن الجيت ديت مهمة جدا للناس بالذات اللي بتعزف ايقاع، لان مجرد ما بيسكتوا الحاجات اللي في النص دي الديستورشن دوت او الضوضاء ديت او الزنة دي اللي بتطلع من الجيتار بتأثر على الصوت الكلي بتاعهم. واشوفكم الحلقة الجاية.